كاينه واحد شويه ديال الزياده علينا حنا، ولكن بالنسبه للثمن باش كنبيعوا راه هو الزياده شي شويه، ولكن ماشي اون ديبار، يعني 3 سنين كل عام كتزاد شويه، كل عام كتزاد شويه. ولكن الفخر انواع، كاين الليمون، كاين الخوخ، كاين الفرنان، كاين الكروش، كاين بزاف ديال الانواع، يعني النوع اللي مطلوب بزاف وديما زايد على طول العام يعني كيكون غالي شويه هو الليمون، هو الجوده. انواع عندنا حنا الليمون، الليمون، وكاين كاينه شي سلعه اخرى مخلطه بشويه الخوخ، فاخر مزيان ماشي ديال الريحه لا حتى شي حاجه. هو بالنسبه للفاخر، الفاخر شنو نقول لك اخويا، الفاخر تقريبا دابا غادي وكيتفقد، يعني السلعه عام على عام كتقل، ماشي زادوا حيت هما زادوا شي حاجه اللي هي، يعني الفاخر غادي وتيقل شويه بشويه، فهمت؟ يعني الفاخر غادي وكيقل بشويه بشويه، يعني عام على عام، من هنا ل 2025 ولا 26 تقدر يوصل حتى ل 20 درهم كاع، حيت الفاخر قلال بزاف. الاسباب حيت راك عارف الفاخر يعني ولاو فيه مشاكل بزاف، تيسبب مشاكل كثيره، يعني تيخدموا به صحاب ريستورات وداك الشيء، ولكن راك عارف دا هو تابع للمياه والغابات، يعني تولاو تيحاربوا هذا الشيء ديال سميتو، يعني ولاو فيه بزاف ديال المشاكل، يعني بحال بالنسبه للقهاوي وداك الشيء اللي تيخدموا به، يعني غيصوبوا لهم داك الشيء، غيولي يعني غيولي في لي ساشي ديالو، ولي يعني يخرج من الوزين، يعني يولي تا هو مقنن، ويولي يعني يخرج من الوزين، ويخرج بالمعطيات ديالو، ويخرج فوالا، ما تبقاش ديك العشوائيه. هذا ما كان المرضي. حدير عندكم فخر هذا العام، فخر 800 دراهم، حنا باش كنبيعوا الليمون من زمان، علاش كنشريو سلعه مليحه وكنجيبوا سلعه مزيانه، سلعه اللي شاده شويه الثمن. الفصه 8 دراهم باش كنبيعوها، الفصه زايده علينا كاع النص، راه كنزوقوا بها وصافي. حنا الفصه كانت كنا ناخذوها ب 800 900، دابا ولات ب 1600، ولات ب 80 درهم حتى 100 درهم. البالا على حسب، ماشي الغلميره غلات على قبل هادشي اللي غلاها، صافي هادشي بحال شي حوايج اخرين ما زايده فيهم شي حاجه قليله. لا كاينه واحد شويه ديال الزياده علينا حنا، ولكن بالنسبه للثمن باش كنبيعوا راه هو زياده كاينه علينا حنا، يعني حنا لا كنتي مثلا طون كتصور فيه مثلا 300 درهم ولا 400 درهم في الطون، يعني راه ولات يعني نص، لا يعني مشى النص، والله يجعل البركة داكشي اللي كاين. لا والو، 8 دراهم باش بعت العام الاول الفاخر، واخذو بنفس الثمن باش خديتو هذا العام، ومازال هذا العام زايد عليا واحد شويه على ذاك العام. واخا الناس اللي بغاو يتقداو عندكم فين يجيو؟ يجيو لسيدي عمر شارع المنظر الجميل، مرحبا، هنا ما كاينش المشكل، انا بايزين معاكم حتى نهار العيد، مرحبا بكم.